طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخويا. ازيك يا حماتي؟ الحمد لله كويسه. ازيك يا تغريد؟ الله يسلمك. ازيك يا نوره؟ الحمد لله. ما تيجي تاخدي مني الحاجه دي؟ ومكلف نفسك ليه يا ابني؟ مكلف نفسك ليه يا ابني؟ ده الواجب يا حماتي. وعم ربيع اخباره ايه؟ بيشتري طلبات للشغل. والاستاذ بتاعنا نايم فوق دلوقتي، عنده شغل بالليل. تشرب ايه يا ابني؟ انا اشرب شاي من ايد نواره. طيب انا هسيبكم تشتغلوا وهقعد جوه. تغريد تعالي. عايزه ايه؟ بقول لك ايه، والنبي خد انت دخلي له الشاي. وانا مالي؟ بصراحه قلبي لسه شايل منه. نوره ده جوزك مخدمي انت. انا مش فاهمه ايه التبات اللي هو فيها دي. عارف ان ابوكي بره واخوكي نايم فوق والبيت كله حريم، المفروض ان هو كان يسلم ويستاذن مش يقعد يلزق. بقول لك ايه، ده جوزك وانت حره فيه. الشاي ايه بس؟ الصراحة فين؟ ايه في ايه؟ يعني هقعد اشرب الشاي كده زي قرد قطع؟ تعالي بس اقعدي معايا عبال ما اخلص الشاي. لا معلش، اصل انا مشغولة بساعد امي واختي. الشغل مش هيطير النوارة. تعالي بس، انا عايزك في موضوع مهم. امال انا جاي ليه؟ تعالي تعالي اقعدي. ايه بقى الموضوع المهم؟ ايه يا نوارة؟ قاعدة معايا كده وكأني راجل غريب عنك. يوه ما تقول بقى. هو في ايه؟ واحد ومراته اكيد يعني بيتكلموا في حاجه تخصهم. ما تشرب الشاي. لا ما هو الشاي سخن. سخن قوي يا نور. زمانه بارد. نوره انت مراتي. مراتك في بيتك مش في بيت ابويا. وبعدين هو ده وقته يا راجل؟ دي القطه بتتكسف تعمل اللي انت بتعمله ده؟ انت ناسي ان امي واختي بره؟ ما هو هيكون سكيت يا نوره. يا نهارك اسود وني ودي اللي زحق. نوره انا كده هتعب. اتحرق بجاز، اتحرق بجاز. يا بنت انت لا عندك احساس ولا دم ولا بتفهم في الاصول. يا نصبتي يا ربي، هو انا اللي في ايديا بس؟ ايه اللي حصل يا اخي معتمد؟ ما حصلش اي حاجه تغضب ربنا. انا كده فهمت. بره. لا بره. اطلع بره. انت كده مش هتقعد. بره. بقول لك اطلع بره. انا عامل حساب بس يا حاج. شايفه ولا ورا؟ شايفه؟ اهلا مجدي بيه. ازيك يا سعيد؟ الحمد لله تمام. شكلك مبسوط. عشان ربنا وفقني وكل شيء تمام. المهم تخلص على خير. ايه ده؟ هي لسه ما خلصتش؟ المسائل الكبيره بتخلص واحده واحده، خطوه خطوه. تؤمر بيا يا فندم؟ اي حاجه. انت شربت يا سعيد؟ كابتشينو. ايه بقى زيك؟ ها اتبسطت في الرحله؟ ايه اللي اتبسطت؟ فرق كبير قوي بين هنا وبين هناك يا سياده اللواء. بلاش سياده اللواء دي، ملهاش لازمه هنا. واكسر اي حاجز، اعتبرني صديق او واحد واخوه صغير. ها الرحله كانت سهله؟ سهله؟ ده ما فيش اسهل من كده، وخصوصا وانا راجع في المطار. بصراحة كده أنا في الأول جالي رعب. الرعب من إيه؟ أنا أول ما حطيت رجلي على رخام المطار لقيت اللي بينادي على اسمي. قلت خير اللهم اجعله خير، والدم هرب مني، ولقيتني بقول أنا أهو. بصيت لقيت اتنين صلاة الزين عليهم، قالوا لي هات الجواز. قمت على طول من غير ما أفكر اديتهم الجواز وقلت يا واد سعيد ده أنت رحت في توكر ومقبوض عليك. مقبوض عليك ليه؟ يا فندم ما أنا قلت أنا أكيد عملت حاجة من غير ما أكون عملت حاجة. المهم سلمت أمري لله ومشيت معاهم. تصدق وتؤمن بالله يا مجدي بيه؟ لا إله إلا الله. أنا مدريب بنفسي إلا وأنا بره المطار. لقيتني فجأة كده بره المطار وشنطتي معايا وجواز سفر في ايدي. كل ده بقى حصل ازاي؟ ما اعرفش. اصل انا وصيت عليك عشان تخرج بسرعة. قلت انك مسافر اسكندرية.
الله يا فندم، كل اللي حصل ده كان مفاجأة. تحب تسمع المفاجأة اللي بجد؟ يا ريت. بقى عندك عربية بجد؟ مدير شركة البحار السبعة لازم يكون عنده عربية. متشكر قوي يا مجدي بيبا، بس ده كتير عليا. هي عربية صغيرة إلى حد ما، لكن كل ما أعمال الشركة كبرت كل ما حاجات تانية في الشركة بتكبر معاها. تمام كده بقى يلزمني أتعلم السواقة. دي سهلة، والنهاردة بقى بطل استعد للشغل الكبير. إيه ده؟ هو في شغل أكبر من كده؟ الفتة كله كان تسخين، وقريب هشرح لك كل حاجة. المهم بقى وريني حلمتك في بيع شحنة اللحمة اللي وصلت مصر. لا دي حاجة سهلة قوي، السواقة بالنسبة لي أصعب منها. عندنا في المثل بنقول الفقر يورث الكفر، وسيدنا علي بن أبي طالب قال لو كان الفقر رجلاً لقتلته، وأبو ذر الغفاري قال إذا ذهب الفقر إلى مكان قال له الكفر خذني معك. من طلب العلا سهر الليالي. الصلاة على النبي، هي دي المذاكرة اللي على أصولها يا عم عاطف. شكلك كده جاي مونون، بس دي مش مذاكرة يا رجب، ده موضوع صحفي شغل. صحفي؟ انت عايز تبقى صحفي ولا يا عاطف؟ بصراحة دخلت الموضوع ده عشان واحدة بت. الله أكبر، أحب كازين والشجرة. احكي لي بقى يا عم روميو. فجأة أخوك طب بنت إنما إيه؟ بتتمرن في جرنان السهم. حلوة حلوة، بس الأهم إن المفهومية عالية، مخها كبير، الروح الحلوة ساكنة جواها. الله عليك يا محرم يا فؤاد. كده انت على اول الطريق يا صاحبي، بس خد بالك مشوارك لسه طويل. المهم يكون قلبها خالي، يعني بالبلدي ما فيهوش اي حد. حاكم سكن القلوب عاطف زي سكن البيوت بالظبط. السكن الاولاني لما بيسيب دايما بيسيب خرابه. يا ده انا بقول لك عشان تفتح مش تقفل. ما انا بقول لك اهو يا ريس. الله، في ايه يعني غشك وانت صاحبي؟ اسمعني بقى شويه زي ما انا سمعتك. سامعك. هو اي حد بيتجوز لازم يبقى معاه بطاقه مش كده؟ عند المأذون في الجواز الرسمي. اه طبعا، مش انت بس، انت والعروسه والاثنين شهود كمان. وانت طبعا معاك بطاقه. في يا راجل، ايه الموضوع؟ عايز اتنين صحاب قريبين مني يشهدوا على جوازي. عن نعجه؟ طب وانا مالي؟ اشمعنى انا يعني؟ ما في مليون واحد معاه بطاقه. مليون واحد ايه يا عاطف؟ انا مش عايز سر يطلع بره. سر اللي انت خايف منه يا راجل يا فرخ؟ مش عايز حد يعرف انا مين.